السلام عليكم. نتكلم النهارده عن طريقه تدفئه البيوت المحميه. احنا معانا النهارده الدفايه اهي، هنشرحها وهنوضح كل المكونات بتاعتها وازاي بنشغلها وازاي بنبطلها وايه المميزات بتاعتها وايه العيوب بتاعتها. دي الدفايه بتاعتها، ده فتحه السولار بتاعها، وده القراءه بتاعت السولار مليانه فاضيه، وده الكنترول. وهنا لما بنشغلها بيظهر هنا درجة الحرارة اللي موجودة جوه البيت، بنظبطها زي ما احنا عايزين، عايزينها على كام. وده الاوف والاون بتاعها، السلك بتاعها ده بيتوصل على لوحة الكنترول بتاعت البيت المحمي هنا، تمام. وبعدين هنا عندنا ايه، فكرة عملها ايه؟ عندنا هنا مروحة جوه اهي، الكاميرا بس تقرب كده شوية، مروحة جوه اهي بتدفع هواء، وده البار بتاعها، قوة الضغط بتاعتها بتبقى كام، تمام. وبعد كده قدام هنا عندنا الحراره، هنا حاجه زي نار بيظهر كده، بتفضل دي حاميه جدا، ضغط الهواء اللي بيجي من المروحه اللي ورا بيطلع لنا هنا حراره، تمام. في بعض الدفايات دي دفايه صغيره، طبعا المفروض ان الدفايات انواع، وفي دفايات كبيره وفي دفايات صغيره. احنا جايبين دلوقتي هنوريكم شغل على الدفايه الصغيره. الدفايه الصغيره دي احنا بنظبط الحراره بتاعتها زي ما احنا عايزين بجهاز الكنترول، وهي بتكون متوصله بالكهرباء على لوحه الكهرباء اللي هنا دي، بتتوصل هنا وبنظبط درجه الحراره، بس ملهاش دعوه باللوحه، بنظبط درجه الحراره هنا على اللي احنا عايزينه. الدفايه والمراوح علاقه عكسيه، ازاي؟ احنا مثلا بنظبط الدفايه دي على درجه حراره وليكن 20، تمام؟ الحراره لو نزلت عن ال 20 الدفايه دي بتشتغل وتفضل شغاله لحد لما الحراره توصل 20. عكس المروحة الحرارة لو عليت المروحة بتشتغل عشان تبرد، دي بتدفي، فبالتالي الحرارة لما بتنزل عند درجة الحرارة المحطوطة هنا بدي تشتغل اوتوماتيك، وأول ما بتوصل الحرارة اللي محطوطة عليها بتفصل اوتوماتيك، تمام. هي دي فكرة عملها، احنا بنعلقها فوق في البيت، تمام، وبنشغلها، بنظبط الحرارة اللي احنا عايزينها من هنا، وبتطفي لوحدها وبتشتغل لوحدها اوتوماتيك. دي طريقة الدفاية، ودي فكرة عمل الدفاية، يعني بأسهل الطرق، من غير لك كتير ومن غير عجل كتير ومن غير كلام كتير. هنوريكم طريقة تانية من التدفية، تعالوا بينا.